تجميل الاسنان او هوليوود سمايل هو باختصار مش منتج، مش ان انا اروح للدكتور اقول له النبي انا عايز هوليوود سمايل او تجميل اسنان. تجميل الاسنان او هوليوود سمايل هو اجراء عشان احصل على الابتسامه المثاليه. فبالتالي كل واحد مختلف عن التاني في الاجراء اللي محتاجه وفي الشكل اللي هيحصل عليه. طيب انا واحد عندي اسناني مرصوصه كويس ولونها كويس، وبس اللسع فيها مشكله، فيها مثلا عندنا من المشاكل بتاعه اللسع عندنا حاجه اسمها جامي سمايل، فعندنا ظهور للسع اكتر من اللازم والحاله بتبتسم، فبالتالي ده بيسبب لها بعض الاحراج وشكلها مش مظبوط، لان المفروض ان الطبيعي بيبان من اللسع من 1-3 ملي اثناء الضحكه العريضه. طيب لو انا بضحك وبيبان اكتر من كده بقى عندي في الحاله دي حاجه اسمها جامي سمايل. طيب لو انا اسناني مرصوصه ولونها حلو وشكل السنة نفسه مناسب بالنسبة لي ومناسب لملامحي، يبقى أنا في الحالة دي لو حليت مشكلة الجامي سمايل وهو بتتحل بمنتهى البساطة حسب كمية الظهور وحسب فيه عظم أو مفيش عظم فيها، فممكن في 10 دقايق يكون قصة الجامي سمايل انتهت وبقى عندي هوليوود سمايل. طيب عندي اللسة كويسة جدا، عندي السنان مرصوصة كويس، عندي لونها بس اللي فيه مشكلة. طيب لو الحالة دي مش بتدخن وما عندهاش ومش بتشرب نسكافيه وقهوة وتقدر تحافظ على إجراء بسيط زي التبييض، وعملنا لها تبييض وخلاص بقى لون الأسنان بقى مناسب، في الحالة دي أخدت هوليوود سمايل. هوليوود سمايل مش معناها أنا أعمل تركيبات، مش معناها أن أنا أعمل قشرة تجميلية أو كراونز، مش معناها أن أنا رايح للدكتور أخد منه زي ما قلنا منتج، أنا رايح أحسن من شكل أسناني. طيب واحد تاني بقى عنده الأسنان لونها كويس ورسمتها كويسة ورصتها كويسة لكن رسمة السنان غير مناسبة دي. في ناس بيبقى حجم وشها كبير وسنانه صغيرة جدا، أو رسمة السنة السمايل ديزاين أو اللاين أو اللاين بتاع السمايل كله مش مناسب لشكل الوش. في الحالة دي لازم يتغير شكل الأسنان بتاعتها. في الحالة دي أقدر أقول بقى إيه، إن أنا هنا محتاج اعمل اجراء لتغيير شكل السن. طب لو انا عايز اغير شكل السنه يبقى هنا لازم احط حاجه على السن عشان تغير شكلها، حسب بقى الحاجه اللي انا محتاجها او حسب كميه التغيير اللي انا هوصل لها هقرر ساعتها انا هختار هعمل ايه. طيب مثلا في حالات ممكن نختار نعمل قشره تجميليه فائقه الرقه سمكها لا يتعدى 3/10 من الملي، حاجه الملي تلت الملي بالظبط، فبالتالي قشره رفيعه قوي، بالتالي بتحتاج تحضير خفيف جدا جدا جدا. بالتالي في الحاله دي انا اقدر اغير من شكل الاسنان واعمل السمايل ديزاين او للحاله الشكل الفت اللي هي محتاجاه. بالتالي لو احنا هنستخدم قشره فائقه الرقه سمكها لا يتعدى 3/10 من الملي، فبالتالي احنا هنحضر حاجه خفيفه جدا. نوع التحضير ده يمكن بنسميها اسمها رفنس. رفنس يعني ايه؟ يعني بس تخشين، يعني بنخشن السن وبنشيل التلاتة من عشرة من الملي، عشان هنا في غلطة كبيرة جدا كان بيقع فيها الدكاترة زمان قوي. أول منتجات القشرة التجميلية في فائقة الرقة كان منتج بيتصنع في أمريكا، وكان المنتج ده كنا بناخد المقاسات سنة مثلا 2003 وبنبعت المقاسات والصور لفلوريدا يتعمل لنا الديزاين وتعمل لنا الأسنان القشرة التجميلية دي وبتيجي الحالة بنلزقها. بس كانت الشركة بتسوق لنفسها ان هي المنتج اللي ما بنحتاجش نشيل من الاسنان خالص، وبالتالي انت اسنانك زي ما هي سليمة. طيب بعد فترة لما بدأنا نلزق القشرة التجميلية دي من غير تحضير خالص بدأ يحصل عندنا مشكلة، بدأنا نلاقي ان بيحصل التهابات للسة. ليه؟ لان القشرة ملزوقة على السنان من غير ما يتحضر فيها خالص، فبالتالي بقى في بروز حتى القشرة دي لو هي سمكها 2/10 من الملي او 3/10 من الملي فهي بارزة عن السنة، فبالتالي بتدي فرصة لتجمع بواقي الاكل على طرف السنة ناحية اللسة، بالتالي اللسة على طول حواليها بواقي اكل، حواليها بكتيريا، بدأ يحصل لها التهابات، بدأ يحصل تأكل كمان في العظم. فبالتالي احنا كنا بنقول احنا عايزين نعمل تجميل ما بنحضرش فيه السنان عشان ما نخسرش ولا جزء من السنان. في ناس خسرت السنان نفسها، لان الالتهاب في اللسه لو فضل مستمر بينشا عنه تاكل شديد في العظم وبالتالي ممكن السنه تتلخلخ. فبالتالي اساتذه التركيبات الثابته قرروا ان لا ما ينفعش حاجه اسمها نو بريب، لان كانت اياميها نو بريب ده او عدم التحضير ده كانت الثوره العالميه. لا طبيا الكلام ده ما ينفعش، فقرروا نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها موديفايد بريبليس. يعني ايه موديفايد بريبليس؟ يعني تحضير، يعني ما بنحضرش بس عملنا لها موديفيكيشن. ايه هي؟ ان احنا بنخشن السنين.
مجرد ان انت بتشيل 3/10 من الملي، فبالتالي بتحط سمك 3/10 من الملي، يبقى اللي اتشال اتحط مكانه، يبقى عندي المحصله صفر، يبقى ما عنديش ليدج، يبقى ما عنديش تجمع لبواقي الاكل على حرف السنان، فبالتالي تفضل اللثه سليمه وافضل محافظ على التجميل بتاعي مدى الحياه.